من أمام نهر هرادان في وادي هرادان في يريفان. قرارات السياحة يرحب بكم وننتظركم لتزوروا أرمينيا لنصطحبكم إلى هذا المكان الجميل. هذا النهر الوحيد الذي ينبع من بحيرة شيبان. بحيرة شيبان يصب كما ذكرنا في تقاريرنا 28 رافد ونهر، ويخرج منه نهر واحد فقط ويتوجه باتجاه الجنوب ويدخل يريفان. هذا هو ذلك النهر، نهر هرازدان.